هاي everyone, اليوم راح نشوفكم فيديو جديد, وهذا الفيديو راح يكون عن لعبة ساكورا. اوكي, فقبل ما نبلش اصلا حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناة. نفس ما قرأتوا في العنوان, هذا الفيديو راح انه اراويكم مكان سري موجود في هذه اللعبة. بنفس الوقت راح نسوي الشبح. كيف شبح؟ شبح؟ شو نسوي شبح؟ فاليوم يا اصدقائي كل اشياء موجودة بهذا الفيديو. هذا المكان السري راح اخليكم يعني اعلمكم انه شو نضيف شبح في هذاك المكان, بحيث من ترول اصدقائكم سواء كانوا يلعبون هذه اللعبة او لا, لما راح تنزلون راح انه ينصدمون ايش هذا الشيء الغريب. فيلا تعالوا يا اصدقائي اعلمكم كل شيء بهذا الفيديو. فيلا اول شيء حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناة, وطبعا انتم تعرفون ان انا مشهورة مات في لعبة دريس وريس, فلذلك روحوا شوفوا كل الفيديوهات اللي انزلكم عنها, متأكدة انه راح تحبون هذه اللعبة خصوصا انها خاصة للفاشن واشياء مثل هذه. فالصراحة كلش انصحكم فيديوهاتي اللي انزلها عن الدريس وريس والكودات والافكار اللي تجنن اللي ما حد مسويها غيري. اوكي, وهماتي يا اصدقائي تعرفون بي كيكز, يعني هالمرة عندنا لعبة جديدة انضافت للقناة واللي هي ساكورا, فتعالوا خلونا نسوي هذا اول فيديو الي. اوكي, فطبعا لاحظت شيء غريب في لعبة الساكورا انه هما يشرون ملابس. او ماي جاد, وات, والله اول مرة اشوفها. طبعا انا لعبة هاللعبة من زمان بس ما كنت متعمقة بيها. هاي ويت 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 ايش السالفة؟ او ماي جاد, شوف الملابس, وات, هاي البلوزة حلوة وهذه هم حلوة, هذه ما عجبتني, هذه لابس بي, هذه الاخيرة كلش حلوة. فا يس حلو, حبيت فكرة انه يشرون ملابس. اوكي, فيب بس خلونا ننزل من هذا المكان يا اصدقائي, ما اريده. هاي ويت 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 ايش السالفة؟ اوكي, هذا اللي يمنا نعتبره الجيران مالتنا, الجيران. هلا والله, شوفوا يا اخوان متكشخ ملابس المدرسة. اوكي, ما بدي احكي, ما اريد احكي, ما بدي. اوكي, فيبي يا اصدقائي هذا الضحية مال اليوم, مسكين راح اصير الضحية, راح اصير انت اليوم شبح اليوم يا مسكين ضحية. للأسف راح أقول له هاي هلو شنو الأخبار, سلمنا على الأهل. أوكي, خلينا نقول مثلا هو أصلا باقي صح, خلينا أقول له come with me حتى إنه يعني يجي وياي بأي مكان أروح. فتعالوا حاليا أراويكم هذا المكان السري وشون إنه أقدر أخلي هذا الضحية يصير شبح وأخليه موجود في المكان السري, بحيث إنه من تراول أصدقائكم سواء كانوا يلعبون هاللعبة أو لا راح يصدمون من هذا الشيء الغريب الموجود. أوكي, يا سلام باع السيارات, قياساتي. واو. أوكي, فيلا هسه خلونا. طبعا التحكم أبد ما متعودة عليه, شنو التحكم؟ أوه ماي جاد. اوكي, هلا والله في بنت تلعب, هلا. او ام هافينج فان. اوكي يلا استمر عيني, يلا روحي 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 روحي, خلينا نسوي هذا الشبح. اوكي, هذا المكان راح طبعا هسه انتوا قاعد تشوفون انه مكان يعني في رمل واشياء مثل هذه, لكن اذا ضغطنا على هاي وضغطنا على هاي اللي هي مال اغراض, فبعدين يا اصدقائي تنزلون لتحت 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 لحد ما تلقون خانة المخدة. فتعالوا ادور وين المخدة. ويت بس طلعت وانا ما شفتها, ثواني. ويت 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 ويت, يمكن طلعت. اي هذه هاي, شوفوها يم الكرسي. فهاي لحظة ثواني, خلوني احركها. اه لا ما اريد انزل, ثواني ثواني ثواني, اريد احرك اريد احرك. ويت ويت, اوكي يلا يلا يلا. شوف هسه انا حاليا اريد انه شو اسمه اخليها واجلس عليها. فكيف نجلس؟ هي طريقه سهله, يعني مجرد نضغط هاي, اتوقع تعرفوها. اوكي, فهي مجرد تضغطون على ذيك الكلمه. اوكي, هاي وين هذا اختفى؟ هاي تعال ارجع للمره الثانيه. بعد البنت تباوع لي بومباستك, تطيني بومباستك. اوكي, فشوف هسه حاليا انا راح اتحكم بهذه المخده وراح انزل. لما انزل, لحظة 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 لحظة, نزلت, صرت تحت مدينة الساكورا. شوفوا اقدر طبعا انزل اكثر. فهذا المكان انا حب انه حط فيه وحش اللي هو ذاك الضحية اللي ما ادري وين اختفى. فتعالوا يا اصدقائي نسوي هذا الشيء سوية. فيلا تعالوا, اول شيء انا ما اريد هاي حاليا, خلص اعدها مرة ثانية. اوكي 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 اوكي, انا حبقي هنا. تمام تمام, يلا هسه نقوم وراح ارجع لذاك الافندي. ها هذا, وين كنت وين كنت؟
مو قلت لك هنا ابقى ويت. لحظه خليه جويا اصلا. تعال شوف هسه انت شنو اريد من عندك؟ احط لك مخده بالقاع، تمام؟ ها شو اسوي بيها؟ ها لحظه خلينا نسوي شبح، خلينا نعدله. شوفوا راح نضغط على مكان التحت دث، وبعدين راح ننزل على هاي الاديت، وهنا راح نتحكم ب انه العين. انا ما اريد العين اصلا، فراح اخليه هيجي بحيث يكون اسود يعني، اوكي؟ وهنا راح نغير اللون اللي هو وين، وبعدين راح ننزل للنهايه وراح نضغط يا اصدقائي على هاي الكلمه اللي بصف الكولر، وراح نختار هاي. او ماي جاد صار يا اصدقائي السيلفر، اوكي. وهنا راح نضغط على خانه الكولر وراح اخليه اي لون انتم طبعا يعجبكم، بس هو الافضل انه تخلوه اسود بحيث يكون كانه شبح هيجي، اوكي؟ وبعدين راح تنزلون كلش للنهايه هاي وويت. ها لحظه، بعدين من تسووا هيجي راح تروحون يا اصدقائي على الكاركتر هاي. قاعد تشوفون هي قاعد لقطة تصير هيجي في نوع من الظل يعني مثلا هيجي. طيب وتروحون على هاي الخانة الأخيرة تضغطون على الكلمة باللون الأصفر، والنوب راح إنه نقدر هسه نتحكم بالطول مالته، فأنا راح أضغط على الواي موجب واي يب واي، أوكي؟ أحس هذا الطول، ها هي. أو ماي جاد يا رب، صار إنه الظل الطويل، شايفين إنه مثلا من يحطون فيه الرعب إنه في ظل طويل. أنا ما أريد أسوي أطول، بس أنتوا تقدرون تسووا أطول، فإذا عجبكم خلوه. حاليا كملنا من الشبح الضحية، شوفوا او ماي جاد وات رهيب. هاي مو كافي انت كل شوية هاي، كافي مو احجي انا، اوكي. خلينا نحط له مخدة، اوكي خلينا هسه نرجع لنفس الخانات ونختار المخدة مرة ثانية. ويت ثواني وين هاي جو تمام. فانا هسه شو اسوي؟ اني راح اقعد، فهو المفروض هماتي يقعد نفس ما انا حاسوي. شوفوا قاعد، او ماي جاد شنو هذا قاعد؟ ويت هذا قاعد صفح، او ماي جاد ويت يا ربي. شوفوا هذا، هاي كافي يا معود، هاي هل شوف ايش قوامه. ويت اصبر خليك مكانك حباب، اقعد مكانك ايوه الظل الطويل، اوكي. فهسه راح اتحكم بالمخده مالته. اصدقائي سويته نايم. والله ما ادري ليش يعني وحش نايم، بس يلا مشوها. اوكي هو مو نايم يعني كانه هيك جثه غريبه، عرفت شلون؟ فيب هسه تعالوا يا اصدقائي انه نخلي هو ينزل تحت. فلحظه خلونا هسه نرجع على المخدات، وهو المخده هاي وراح انزله. لاحظوا لي تا انزله، او ماي جاد او ماي جاد. المفروض هسه نزلته هوايه، بحيث حاليا الناس بدها تشوفون انه هو حاليا مختفي. بعد قال لي هاي يا معود اسكت لا تفشلنا. او ماي جاد وات، يخليني اطير، واو ويت او ماي جاد. لما تجون على مكانه راح يخليكم هيك تقفزون، عرفتوا؟ كافي تقول لنا هاي لا تفشلنا يا معود، مو دا نصور ونسوق جني. والله عجيب، اوكي. فيلا هسه خلوني اني انزل ونشوف شنو صاير بي. يا الله يا الله، اوكي لحظه انا ماتي هاي، وخلونا ننزل. هاي يا معود اسكت. اوكي بسم الله الرحمن، هذا شو يسوي هنا؟ ويت وين؟ شوفوا انه حاط مخدة. او ماي جاد، لا ثواني نرجع المخدة. فنفس ما تشوفون نزلت وصار هيجي، فنفس ما تشوفون يعني شكلي كلش غريب وتحسون كأنه الشبح. حطيت انه المخدة صارت هماتي يا اصدقائي، همات المخدة صارت سودة، فيعني كل شيء صار غريب. فيب يا اصدقائي حسيت انه صراحة الشيء كلش حلو، لازم ضروري تسووها لاصدقائكم، سواء كانوا هم نفس ما قلت لكم، سواء كانوا يلعبون هذه اللعبة او ما يلعبون، فاول ثاني راح يستغربون من هذا الشيء الاسود خصوصا في هيج مكان، عرفت الفكرة؟ فحبيت الصراحة. وطبعا تقدرون تتحكمون في الحجم مالته ولون المخدة وكل شيء. فتعالوا نرجع لثواني وين هذا؟ اوكي فهنا مثلا راح نقدر نحركه في اي اتجاه احنا نريد. فانا مثلا ويت اوكي كيف اقدر، لحظه ويت اي انا هيك قصدي، هذا اريد هيك اسوي مثلا، اوكي. وبعد شنو مثلا همات شنو نضيف ها نقدر هماتي اصدقائي انه نتحكم بحجمه. ويت وين هذيك مال التحكم؟ شوفوا او ماي جاد
ونقدر ما تسوي صغير شوفوا. Oh my god. No way, that's so funny. Okay. شوفوا شوفوا شوفوا. Oh my god, بسم الله. لحظة, إذا قمنا ما راح يبين؟ ما راح يبين يا سلام. ما راح يبين. بحيث خلوه حجمه كبير. وبنفس الوقت ما مبين. نايس 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 نايس. شيء صراحة كلش رهيب. هسه نرجع له يا أصدقائي وبعد نختم الفيديو. فأحلى شيء إنه اكتشفت إنه هو أصلا ما راح يبين إذا حطيته بحجم كبير. فيعني نايس. صدق حبيت الشغلة. لازم تجربوه وتقولوا بتعليقات شنو كانت رد فعل أصدقائكم على هالشغلة. ويب. نرجع له. وبعد نختم الفيديو هناك يم الشباح. أوكي. يلا. يلا 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 كافي تقول هاي كافي مو راح تفشلنا عد التشبح يا هاي يا فتشي. اوكي شوف شوف او ماي جاد النب نايم او ماي جاد وحش نايم. فحبيت صراحة تقدرون تتحكمون فيه مثلا تحطوه يرقص او يرقص يعني يرقص او تقدرون تحطوه نايم او تقدرون مثلا قاعد او اي شيء انتوا يعني تقدرون تسوون اي حركه تعجبكم. بس انا حبيت هاي ما ادري ليش كتجربه اولى. اوكي انا اول مره اجرب هذا الشيء وياكم فاكيد يعني راح تكون بهذه الطريقه. اوكي فيب خلونا نختم الفيديو الوحش مالتنا. حطوا لايكاتكم مسك في القناه فاجرس وانتظروا فيديوهات ساكورا الجايه ان شاء الله. وبس باي باي احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.